السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم إخواني المغاربة أينما كنتم، سواء داخل الوطن المملكة المغربية أو لا خارج الوطن، الجالية المغربية، تحياتي لكم أخوتي المغاربة أينما كنتم في العالم، وإخواني القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات البحرية الملكية والقوات الأمنية، حياكم الله وشكرا لكم جزيل الشكر على المهام اللي كتقوموا بها حفاظا على هذا البلد وحفاظا على الوطن ديالنا. وشكرا للناس اللي راهم داخل التكنات بجميع المدن المغربية اللي كيشتغلوا معنا، شكرا لكم جزيل الشكر. الآن الحلقة ديالي اليوم من عند أخوكم الجندي المغربي والأسير حرب الجيلاني سميدة كما تعرفونه دائما، الحلقة ديال اليوم وهو واحد لافيزيتا اللي درتها اليوم، درتها البارح لطرونت، حسيت بشوية ديال الألم وقلتها للطبيب وداني للكلينيك، عندها هذا هو لافيش ديال الأشعة، هذه بمعنى لادات، راه فيها لادات، فيها التاريخ، فيها كل شيء. إخواني الكرام باش تعرفوا المستجدات الجديدة اللي يطمئنوا عليا إخواني المغاربة اللي كيسولوا عليا وكيسولوا على الأحوال ديالي وديال الرصاص اللي في الجسم ديالي وديال المعاناة ديال هاد الرصاص اللي في الجسم ديالي، اللي يطمئنوا جميع إخواني المغاربة هنايا فاش درت هاد بالأشعة. ولا إخواني الكرام إخواني المغاربة، هذه هي لافوتو اللي درت، اللي داروا لي ديال الأشعة الراديو. ألور بون، هنا كتشوفوا الرجلين ديالي هنايا بالرصاص، هذا كامل اللي كتشوفوه، هذا كامل هنايا، هذا كامل الرصاص اللي فيه هنايا مع لي زيكلا ديال خطر الحرب تيكونوا الشظايا ديال القرطاس ديال المتفجرات، ولكن اللي أساسي وهو هاد لابال اللي دخل هنا وحبست هنا، هذه الرصاصه اللي كنقولها لكم دائما اللي دخلت لي هنايا وتحطت هنايا فوق هنايا جنب القلب ديالي، هي هذه كما ترون، هي هذه هنا تبان لكم شويه موضحه كبيره، دونك هنايا ها هي كتبان، هذه هي الرصاصه دخلت هنا في الصدر ديالي، هرست لي ضلعه وحبست هنا، هي هذه كما ترون، نقدر نوصلها لكم مزيان الكاميرا تشوفوها، وهنايا كتبان عاوتاني، حتى هنا كتبان مزيانه، هنا كتبان كلير شويه، هي هنايا شوفوا هنايا اخواني، هذه الرصاصه اللي دخلت في الصدر ديالي، يعني هذه اللي جاتني في الصدر ديالي، هذه اللي اثرت عليا بزاف، والحمد لله، يعني الحمد لله ربي ضاف لي حياه جديده. اما الرجلين ديالي كما ترون هنايا، شوفوا هذا كامل اللي كتشوفوه ابيض، هذا كامل الرصاص ولي شظايا ديال الرصاص هادو، باش تطمئنوا عليا خوتي المغاربه، الحمد لله، يعني الحمد لله كما ترون، هذا هو لي بليسور ديالي ديال الرصاص ديال العدو ديال اعضاء الله، يعني وهذا الشيء هذا خوتي المغاربه، يعني هذه هي لابال كتبان لكم هنايا كبيره، ها هي فرها، ها هي هنايا اي اللي حط عليها صبعي، هاهي هذه هي لابال، هاهي كتبان لكم هنا، ربما تشوفوها مزيان، تبان لكم مزيان، يعني رصاصة ديال كلاشنيكوف 62 مليمتر، وهذا يعني وهذا الشيء راه هذا إخواني المغاربة ما كيمنعنيش على باش ما نزيدش نقاتل ولا لا، لازلتو والحمد لله. لازلت مستعد كل الاستعداد ديالي أن أحمل السلاح وندافع على بلدي إلى آخر رمق، إلى آخر رمق، إلى يومنا هذا، والله العظيم، ولازلت مستعد لحمل السلاح مرة أخرى لندافع على هذا البلد، هذا الوطن الحبيب، المملكة المغربية الشريفة، تحت الرعاية الملكية ديال سيدنا ديال سيدي محمد السادس ملكنا ملك المملكة المغربية الشريفة، هو القائد الأعلى ورئيس الأركان الحرب العامة،
لا زلت محتفظ بجميع المكان ديالي في حمل السلاح لندافع على بلدي المغرب من جديد مرة أخرى لتطلب الحال. هذا لا يمنعني عن أنني ما نزلت نقاتل، لا، لازلت الحمد لله لازلت مستعد كل الاستعداد لأدافع على بلدي وعلى وطني حتى النهاية وحتى الآخر رمق. وهذا الشيء هذا اللي شفتوه في خوتي ديال الرصاص وديال القرطاس اللي في الجسم ديالي، الحمد لله ربي ضاف لي حياة جديدة، ربي الله تبارك وتعالى ضاف لي حياة جديدة بعد موتي مرتين، المرة الأولى وهو في طوندوغير في التيران ديال السبوعة في البلاصة اللي كنقاتل فيها ضد أعداء الله وضد أعضاء الوحدة، ضد الأعداء ديال الوحدة الترابية المغربية. والموتة الثانية هي مت في وسط الطريق ديال موريتانيا بعد ما كانوا دايني في حالة غيبوبة ودايني باش يوصلوني لتندوف ولا في حالة غيبوبة ميت، ولكن في نصف الطريق ديالهم بعد واحد 1500 كيلومتر في الطريق في الأراضي الموريتانية الخالية تما كنت مت. وكما قلت لكم في الفيديو السابق لا زالوا جوج ديال الناس حيين إلى الآن، أسرى كانوا معايا اللي حفروا لي القبر ديالي باش يدفنوني، ديما كنذكرهم، وهو بوريش رشيد من المنطقة ديال بني منا الأزيلال، وواحد الأخ من الإف أ من القوات المساعدة منا من الجنوب ديال الرشيدية وديال بوعرفة. هادو اللي كانوا حفروا لي القبر، يلا غادي يرميوني فيه وهما يشوفوا القلب ديالي ولا كيضخ الدم ولا العرق ديالي كيجبد كيضرب الدم. وقالوا لهم ودي هذا بلا ما ندفنوه، قلت لنا دفنوه راه ميت راه حي. قالوا لهم ولا راه مازال حي؟ قالوا لهم حي، يلا خليه. وكيوصلوني لتندوف المده ديال 3 ايام طريق كيجبدوها، لان المرتزقه كيجبدوا الطريق بالليل، بالنهار كيخافوا من الطائرات الحربيه ديالنا لا تقبضهم. خطر في النهار الطائرات الحربيه ديالنا والجنود القوات الجويه ديالنا كيديروا لا ريكونيسونس في النهار حتى المغرب، كيكونوا يديروا لا ريكونيسونس بالطائرات الحربيات. بالنهار المرتزقه كيتخبعوا بعض الويدان شبه الغابات، وملي كطيح المغرب كيديماريو. 3 ايام ديال الطريق عاد كنفيق، نهار فقت راني لقيت راسي في سجن في سيلون، وانا حالتي ديال الجندي المغربي الحربي اللي كله كما راكم تشوفوا، كله كما شاهدتو الجسم ديالي كما شاهدتوه هكا بالقرطاس وبالرصاص. وليا تكونوا على علم على انه كما شفتوا هذا الشيء هذا اللي في اللحم ديالي، اي بلاصه داخله منها رصاصه ولا اكلا الا واللحم ديالي متقوب وتيسيل منه الدم، يعني بحال الشباك اي بلاصه نتقبت كيسيل منها الدم لمراجي ديال الدم. وهذا هو باش وقع لينا مراجي بزاف، وهذا هو باش وصلت لحاله غيبوبه. ولكن المرتزقه ما رحمونيش والكراغيله ما رحمونيش، يعني المرتزقه ما رحمونيش فاش هما الاساس كامل علاش غادي يديوني، هدفهم هو الوحيد وانا ما عندهم ما يديروا بيا، الهدف ديالهم الوحيد وهو المعلومات لي رونسيليمون، المعلومات ديال الاسلحه والمعلومات ديال القياده ديالي والمعلومات على ما يجري ما وراء الجدار الامني، وما هما ما يديونيش. ولكن الحمد لله الجندي المغربي دائما مأدي القسام وكيدير كل ما في وسعه باش ما يعطيش ولا معلومه وحده، كلمه كما قال لهم ذاك الجزائري اللي خرج بالفيديوهات ديالو، كلمه ناموسه ما يديوهاش. وراني ديجا هضرت في فيديوهات لانه نكرت السلاح اللي كان عندي، نكرت السيرفيس شحال من سنه، نكرت كل شيء نكرته، وبقيت لاصق لهم
في جمله واحده، كان عندي كلاشنيكوف وعندي 6 شهور سيرفيس، بغيتو تقتلوني هاني. الجزائريين والضباط الجزائريين العسكريين اللي مسؤولين على القطاع في تندوف ومسؤولين على المرتزقه ديال البوليزاريو في حد ذاتهم، كنقول لهم انا خاطيني الاسلحه الثقيله والقياده ما كنعرفهاش وما كنعرف انا حتى واحد، انا عندي سلاح كلاشنيكوف كندافع به، ترميني. وبقيت لاصق في هذه الكلمات لمده 6 شهور كما قلت لكم سابقا، مده ديال 6 شهور وانا لاصق في هذه الكلمه هذه. قلت لهم بغيتوا تقتلوني قتلوني، بغيتوا تقرضوني قرضوني، اللي بغيتوا ديروه ديروه، هذا الشيء اللي قلت لكم هو اللي كاين، حاجه اخرى راه ما كايناش. 6 شهور بعد ما سالوا 6 شهور تلاحيت مع الاسرى في السجن، تلاحيت في السجن، السجن كبير رابوني، يقولوا لهم هو داك السجن يقولوا له السجن باهم الشيخ، مركز كبير يرفد 600 اسير. والحمد لله بعد ما فوت 20 سنة ديال السجن وما رحموناش، ما رحموناش هادو الناس اللي كيقولوا خاوة خاوة، ما رحموناش الجزائريين، حنا كأسرى حرب وفينا اللي مدوز 27 عام وفينا اللي مدوز 25 سنة. دونك أنا اللي فوت 20 سنة ديال السجن تما، قصينا الويلات، قصينا العذاب، قصينا الجوع، قصينا العراء، قصينا النقص في النوم، قصينا المصيبة الكحلة، ومرحموناش نظام جزائري عسكري بالجوار. والآن خوتي الحمد لله يا ربي على أنني بحكم التجربة ديالي في الحرب كبطل حربي وعسكري حربي مع جميع الجنود خوتي المغاربة اللي كانوا معايا بالأسلحة ديالهم، اللي كانوا في ليزاتاك، اللي كانوا في المعارك كيقتلوا، يعني الحمد لله انا دائما لازلت كنحكي لكم جميع الحقائق بالادله على كل ما وقع، لا في الحرب ولا في السجون عند المرتزقه. وانا لا يهمني اخواني المغاربه، لا يهمني هذوك الجردان وهذيك الكلاب الضاله ديال المرتزقه وديال الكراغيله اللي كيطلعوا في اللايفات وكيديروا لهم واحد الفيديو، واحد قال لهم راه هذا راه جبدناه ام الدبابه في قلت الزمور وراه ما مقيوس ما مضروب ما فيه حتى خبشه راه ديناه وكذا. اقول لكم ايها الكلاب الضاله، هذا هو الجندي الحربي جلال السميده الجلال السميده اللي قتل فيكم النص واعطاكم العصا واعطاكم الترايح، ولو مبليسي ولو مجروح بالرصاص عطيت لباباكم الحس، ولكن انا والله العظيم لا اهتم لا بكم ولا بدوك الاشاعات اللي كتحطوها ما بينكم وبين الكراغيله ديال اللايفات، لا اهتم بكم ابدا. وعاش من عرف قدره. انتم كمرتزقة لقيتوا مع كراغيله في السوشيال ميديا، انا كنعرف راسي بانني كنترتق لماكم المراره، انا كنعرف على انه كنجيكم بحال بغطات وغادي نفضح فيكم، نبقى نفضح فيكم على انكم انتم لا اساس لكم اصلا، لا المرتزقة المسخين هذوك الجردان اللي قاعدين كيدوروا في تندوف، ولا هادو الكراغيله اللي كيطلعوا في السوشيال ميديا. وشوف او الله واخا ديروا اللي بغيتو، شتو هاد تيك توك هاد السوشيال ميديا، ولا تعوجوا تصاور ولا ديروا فيديوهات ولا ديروا، كتعرفوا رسالكم. هذا هو الجندي المغربي اللي تبومبارد عليكم، والان ومازال مستعد، انا لازلت في استعداد، دائما اقولها لازلت في استعداد لحمل السلاح لندافع على هذا البلد، بلد المغرب. وعاش الملك. ودائما دائما وابدا الصحراء المغربيه والمغرب من طنجة القويرة، ودائما الله الوطن الملك. وتحياتي لخوتي الرجال الجنود المغاربه القوات المسلحه الملكيه اللي راكم في الجدار الامني واللي راكم في الحدود
أن أقول لكم والله العظيم المرتزقة إلا الجبناء، عشت عندهم 20 عام، غير الجبناء غير فكارن غير جوردان، كونوا رجالا كما كنا نحن في تلك الحدود رجال، كونوا رجال خوتي العسكر، كونوا رجال وربي معاكم وربي يعاونكم، واللي بان لكم اللي بان لكم في الجردان شوطوه، اللي بان لكم شوطوه. اختم قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حلقة أخرى جديدة. إخواني المغاربة، إخواني الجنود المغاربة، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.